بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بالخير مشاهدين الكرام، وحياكم معنا إلى حلقة جديدة ورحلة أخرى من رحلات برنامجكم من عمان. تحية لكم أينما كنتم تشاهدوننا عبر هذه الإطلالة المسائية اليومية، تصفح جديد لمختلف العناوين عبر مجلة برنامج من عمان، وتحية لكل من لا يألو جهدا لخدمة عمان أينما كان موقع العمل الذي يشتغل عليه. حياكم معنا مشاهدينا، مجموعة مختلفة ومنتقى من الموضوعات التي تغطي هذا الحراك والنشاط في مختلف الأصعدة وفي مختلف محافظات عمان الخير. حضرنا لكم مشاهدينا في حلقة الليلة مجموعة مختلفة من العناوين عبر اللقاءات هنا في الاستوديو، وأيضا مجموعة التقارير والربط المباشر الذي ينقل أيضا مختلف الفعاليات المقامة هذا المساء. قبل قليل مشاهدينا كان حفل افتتاح معرض التعليم العالي 2016 التعميم والتوظيف. زميلنا محمد المهري مع كاميرا برنامج من عمان متواجد هناك حتى ينقل لنا تفاصيل هذا الحدث التعليمي الشبابي المهم. مساك الله بالخير محمد. مساء الخير راشد. حياك الله يا محمد، تصف لنا المشهد إجمالا في هذا المعرض، ماذا يقدم هذا المعرض؟ كيف وزخم الحضور في أول أيام هذا المعرض؟ أكيد راشد، المعرض افتتح في تمام السابعة تحت معالي الشيخ سعد بن محمد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية. هذا المعرض يحتوي على ثلاث أركان رئيسية، ركن يتعلق بوزارة التعليم العالي وربما أيضا نقول التعليم العالي بكل فئاته المختلفة، وهناك معرض عمان الرياضي والمتخصص في تقديم المنتجات الرياضية، المشاركات الرياضية، زوايا أيضا متعلقة بكل الفعاليات والأنشطة والمناشط الرياضية التي تقيمها وزارة الشؤون الرياضية، مشاركة واسعة، نتحدث عن أكثر من 300 جهة ونتحدث عن تقريبا أكثر من 200 جامعة. يعني بأمانة هي فرصة كبيرة جدا راشد، حتى فرصة للمشاهد الكريم إذا كانت أسرة تتابعنا الآن الطلاب على طبعا توقيت القادم هو توقيت التخرج ربما من الكليات أو الجامعات المختلفة، فرصة الخريج يذهب مباشرة إلى الجامعات والكليات المختلفة، ربما يكون هناك أيضا مساحة للتعليم العالي، وفرصة أيضا للشباب خريجين الكليات والجامعات المختلفة بتخصصاتهم المختلفة أن يذهبوا مباشرة لمركز عمان الدولي للمعارض. جميل. يعني يتوجهوا مباشرة إلى المصدر التوظيفي ويرون أيضا المساحة التوظيفية اللي ممكن تتناسب مع يعني تخصصاتهم، توجهاتهم وأيضا مع شهاداتهم وإمكاناتهم الدراسية. يعني فرصة إنه لمدة ثلاثة أيام تكون هذه المعروضات هكذا موجودة في مصر. شكرا لك يا محمد، وأكيد راح ننتقل معك ونتواصل معك في قادم الوقت لتلتقي هناك مع ضيوفك في مركز عمان الدولي للمعارض وتنقل لنا هذا الحدث الشبابي التعليمي التوظيفي الغاية في الأهمية. شكرا للزميل محمد المهري. ونحن مشاهدين أيضا هنا في استوديو البرنامج معنا مجموعة مختلفة من الموضوعات، راح نبتديها إن شاء الله بالحديث عن المحكمة الصوروية، وهي محكمة باختصار تتنافس من خلالها كليات الحقوق من مختلف الجامعات العربية بشكل محاكاة للمحكمة الصورية بشكل مباشر أمام لجنة تحكيم يمثلون مختلف السلك القضائي والسلك المرتبط بما يدور في أروقة المحاكم، تمهيدا للطلاب وتدريبهم ليخوضوا هذا المجال بعد تخرجهم وارتباطهم بالمجال الدراسي ليلتحقوا بسوق العمل وهم على أهبة الاستعداد ليكونوا على مستوى عال من التدريب. كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس نفذت هذه المسابقة لكسب الطلاب المزيد من الخبرات وفي جو تنافسي يتنافس من خلالها الطلاب على إبراز أفضل ما لديهم من قدرات متنوعة. في عنوان آخر مشاهدينا أيضا، شركة بيئة وهي شركة معنية بإدارة النفايات في السلطنة تحضر لمجموعة من الخطط الاستراتيجية ليس فقط التخلص من هذه النفايات بطريقة عصرية بل إعادة تدوير هذه النفايات بما يؤمن توليد مصادر للطاقة بشكل آمن. الفكرة بيئة خالية من الانبعاثات السامة وكذلك بيئة خالية من المخلفات، وإذا كانت هذه المخلفات موجودة كيف من الممكن استغلالها وإعادة تدويرها بطريقة عصرية وبطريقة بيئية. في أيضا عنوان آخر مشاهدينا، تعودتم الحديث عن المحطة التاريخية مع المكرم الدكتور إسماعيل الأغبري الذي يجول بنا في أعماق التاريخ العماني، هذه المرة نستكمل ما بدأنا به الحديث في الأسبوع الماضي وهو الإسهام العلمي للعمانيين عبر التاريخ. كيف أسهم العمانيون من القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع
الهجري عبر إسهامات علمية على شكل كتب وعلى شكل مدونات تاريخية فقهية شعرية. الدكتور يستعرضها لنا اليوم في برنامج من عمان. إذن مشاهدينا، كل أمنياتنا أن تنال هذه المحطات والعناوين طيب متابعتكم حتى العاشرة في برنامجكم من عمان. فاصل قصير وراجعي لكم للحديث عن مسابقة المحكمة الصورية التي تنفذها كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. عزيز المواطن، عزيز المقيم، من الضروري اتباع الاحتياطات الآتية التي تساعدك على تجنب خطر التعرض لصعق كهربائي داخل البيت أو أي من الممتلكات الخاصة بك. من المهم القيام بالفحص الدوري لجهاز قاطع الحماية من التسريبات الكهربائية والموجود داخل لوحة التوزيع في منزلك، وذلك باتباع الخطوات الآتية. أولاً، قم بإطفاء جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل والتي تتغذى من لوحة التوزيع، وأبق على بعض المصابيح في حالة التشغيل للتأكد عند فصل وإعادة التيار. ثانياً، اضغط على زر الفحص الموجود على جهاز الحماية. في حالة قيام الجهاز بفصل الكهرباء يعتبر الفحص ناجحاً والجهاز يعمل بكفاءة. أما إذا لم يقم الجهاز بفصل التيار عند ضغط الزر فإن الجهاز عاطل ويجب استبداله فوراً، مع ضرورة استشارة كهربائي مرخص من قبل شركات توزيع الكهرباء للقيام بهذا العمل. قم بالفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية الداخلية في المبنى بواسطة كهربائي مرخص من قبل الشركة المزودة للكهرباء في منطقتك، مع ضرورة استبدال الأسلاك التالفة أو حتى المتأثرة جزئياً تجنباً لأي خطر. تجنب القيام بأي أعمال كهربائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات، علماً بأن القيام بتوصيلات غير مصرحة لمبان أخرى يعد مخالفة للأنظمة والقوانين السارية في سلطنة عمان. في حالة ملاحظتك لأي خطر كهربائي بالقرب منك، نرجو التواصل على رقم الطوارئ 9999 أو مع مركز اتصالات الشركة المزودة للكهرباء في منطقتك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. بطل الدروب، واثق الخطى، جدير بالثقة، مفعم بالقوة، قلبه ينبض بالطموح، ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان، هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. حياكم الله مشاهدينا مجددا، طبعا بمشاركة 11 جامعة من مختلف الجامعات في الدول العربية تقام هذه المسابقة، مسابقة المحكمة الصورية بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس للمرة الثالثة بعد أن أقيمت في نسختيها الأولى والثانية في دولة قطر الشقيقة. نحن نقترب أكثر من هذه المسابقة، أهدافها، ثم لماذا تنفذ هذه المسابقة أساسا، ماذا تقدم للطلاب وهم على مقاعد الدراسة، كيف من الممكن أن تصقل فعلا إمكانياتهم، وأيضا ربما تزود القائمين على هذه الكليات من أساتذة ومن إداريين بمواطع الخلل في هذه الإمكانيات الموجودة عند هؤلاء الطلاب ثم التغلب عليها. للاقتراب أكثر من أجواء هذه المسابقة معنا هنا أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس وتحديدا في قسم القانون العام، وهو الدكتور يعقوب بن محمد الوالي. مساء الخير دكتور. مساء النور، سعيدين جدا بوجودك. أهلا وسهلا بكم دكتور. قبل أن ندخل في تفاصيل أكثر عن هذه المسابقة، نعطي المشاهد إجمالا فكرة عامة لهذه المسابقة الصورية. يعني هي تنفذ بشكل تمثيلي وكأن الطلاب يتنافسون في المحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسابقة هي من القول يمكن القول أنها كمحاكاة لما يدور في أروقة المحاكم تماما. هناك قضية أرسلت إلى الدول المشاركة أو إلى الجامعات المشاركة، تم من الطلب من كل فريق إعداد مذكرات خطية تتضمن دور المدعي ودور المدعى عليه. استقبلت هذه المذكرات وتم تحكيمها. هذه المسابقة تنقسم إلى قسمين، قسم المذكرات الخطية وقسم المرافعات الشفوية، والتي بدأت اليوم فعاليات المرافعات الشفوية. إيش القضية التي تم اختيارها هذا العام؟ القضية هي ذات طبيعة جنائية، شق منها يتعلق بالتزوير، وشق منها فيها شق أيضا يتعلق بغسيل الأموال، شق يتعلق بالاتجار بالبشر، وبالتالي هذه الجوانب كلها تندرج من أقرب إلى أن تكون تحت طبيعة القانون الجنائي. طيب لأن يعني خصائص الكتابة التحريرية، عندما يقوم الطالب بكتابة مذكرة تحريرية، هل وضعت لجنة التحكيم محددات واضحة لما من الممكن أن يضعه الطالب في هذه المذكرة التي تضمن أن يؤدي بطريقة جيدة قبل أن يذهب إلى المحكمة؟ بلا شك أن هذه المذكرات يفترض أن تعكس خبرات هؤلاء الطلبة أو ما اكتسبوه حقيقة من تدريب في إعداد المذكرات القانونية من جهة، كما أنها أيضا تعكس إلى حد ما توجيهات المدربين أو المشرفين على هذه الفرق، بالإضافة إلى ما إلى التعليمات التي تضمنتها قواعد المسابقة ذاتها. فهذه العناصر يفترض أن تكون متضمنة لا يخرج عنها، لأن المذكرة مقسمة إلى أجزاء في مسألة التحكيم، فعلى كل فريق أن يلتزم بتلك التعليمات. وتم تحكيم هذه المذكرات من جانبين، من الجانب الموضوعي ومن الجانب الشكلي. من الجانب الموضوعي طبعا تولى هذه المهمة محامون وقضاة وأكاديميين من خارج كلية الحقوق في جامعة سلطان قابوس، وذلك من باب الحيادية والنزاهة. أما من الجانب الشكلي فطبقت عليها الجزاءات أيضا التي نصت عليها. على سبيل المثال فقط، اشترط نوع معين من الخط الذي تكتب به هذه المذكرات، اشترط حجم معين لهذا الخط، اشترط مسافة معينة بين الأسطر. من التزم بكل هذه التعليمات لم يتم تعرضه للجزاء، لشيء من تلك الجزاءات. أما من لم يلتزم فقصمت منه بعض الدرجات كما هو مقرر في قواعد المسابقة. طيب يعني الآن الطالب عندما يكتب هذه المذكرة التحريرية يقوم بأداء دور المدعي أم المدعى عليه؟ يطلب من كل فريق، أولا كل جامعة من الجامعات المشاركة يمثلها فريق مكون من 4 طلبة، اثنان منهم يقومان بدور المدعي، واثنان يقومان بدور المدعى عليه. وكل فريق عليه أن يعد مذكرة في جانب الإدعاء ومذكرة أخرى في جانب المدعى عليه. نعم. طيب الآن في المسابقة التي تؤدى بشكل مباشر أمام لجنة التحكيم، عندما يؤدي كل فريق الآن يعني تقومون كيف توزعون القرى على الطلاب بأن يؤدي أحدهم دور المدعي والمدعى عليه أيضا؟ بالأمس في افتتاح المسابقة تم توزيع هذه الأدوار، مثل ما ذكرت في مقدمة اللقاء أن هناك 11 جامعة مشاركة في هذا اللقاء. تم وضع جدول أو تم تقسيمهم قبل كل شيء إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى تضمنت 4 فرق، المجموعة الثانية 4 فرق، طبعا المجموعة الثالثة بطبيعة الحال 3 فرق. وضع رقم 1 مثلا أمام المدعي، رقم 2 أمام المدعى عليه، وهكذا في كل مجموعة. ثم طلب من كل جامعة أو مدرب الفريق في كل جامعة من الجامعات المشاركة أن يقوم بسحب رقم من الأرقام الموجودة، 11 رقما الموجودة. من سحب رقم 1 وكان في خانة المدعي إذن سيلعب دور المدعي، ومن سحب مثلا رقم 2
وكان في خانة المدعى عليه سيلعب دور المدعى عليه. نعم. طيب دكتور، يعني في مثل هذه المسابقات أين تظهر براعة الطلبة وتشبعهم بالمناهج التطبيقية والنظرية أثناء فترات الدراسة؟ في أتصور أنه هذه البراعة تظهر في جانبين. نعم. الجانب الأول هو في المذكرات الخطية وما تتضمنته من حجج ودفوعات، سواء كانت في مذكرة الاتهام أو في مذكرة الدفاع. نعم. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا يظهر في المهارة في الترافع أمام لجنة التحكيم. هذه المهارة قد يتدنى مثلا مستوى الفريق في جانب المذكرات الخطية لسبب أو لآخر. نعم. لكن بالأسلوب الذي يتبعه والقدرة على الإقناع والقدرة على توظيف الأدلة على التخاطب مع لجنة التحكيم، يستطيع هنا أن يحرز مراكز متقدمة بسبب مهارته في جانب المرافعة الشفوية. نعم. وإن كانت حقيقة أيضا في جانب في الجولة التمهيدية التي انتهت قبل تقريبا في حدود 7 مساء وأعلنت نتائجها، التقييم تكون من 9 نقاط، خصصت 3 نقاط من درجات المذكرات الخطية لتضاف إلى تقييم الفريق. فأيضا بجانب أن هناك أيضا سيكون جائزة لأفضل مذكرة من المذكرات الخطية التي قدمت من الفرق المشاركة. كيف كانت أجواء المنافسة في الجولة التمهيدية؟ الأجواء حقيقة كانت رائعة جدا، فيها تنظيم على درجة عالية من الدقة من قبل القائمين على المسابقة، كما أنه أيضا كان الجو نفسه جو تفاعلي من جانب الفرق، تشعر بروح الإخاء. نعم. فيما بين الفرق المشاركة، تشعر بأنك في فعلا في جلسة في محكمة دكتور؟ بلا شك، لأنه أيضا فيها جانب الضبط وربط كما يقال. لجنة التحكيم تمثل يعني القضاء وهم على يعني في إدارتهم للقضايا هكذا، لأنه لجنة التحكيم تكونت أو لجان التحكيم تكونت من قضاة، تكونت من أعضاء من الإدعاء العام. ممتاز. تكونت أيضا من بعض الأكاديميين في مجال القانون، ولكن أؤكد هنا أنه ليس من بين هؤلاء أي أكاديمي من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس على الإطلاق. نعم. كما أنه أيضا المذكرات، وهذه نقطة أود أن أؤكد عليها، أنها لم تحكم على الإطلاق من جانب أي أكاديمي من جامعة السلطان قابوس. نعم. طيب الآن يعني المرافعة تتم وفقا للقانون العماني، التحكيم هو بالنسبة من بين المسابقة أصلا تمت مثل ما قلت، هناك قضية افتراضية تمت صياغتها بعناية وإحكام. بجانب هذه القضية الافتراضية أيضا وضعت قوانين معينة يجب الرجوع عليها، تم صياغتها من قبل اللجنة العلمية الخاصة بالمسابقة. من الممكن الأساس في الرجوع إلى القوانين هي القوانين المرفقة بالمسابقة ذاتها. نعم. ويمكن الرجوع إلى أحكام القضاء كناحية استشهادية، سواء كان القضاء في أي القضاء العربي في أي دولة من الدول. نعم. الآن ما هي الفرق التي تأهلت للمرحلة القادمة؟ الفرق التي تأهلت، هناك 6 فرق تأهلت مثل للجولة الربع نهائية. نعم. والتي ستقام غدا. كما ذكرت أولا، الفرق المشاركة قسمت إلى 3 مجموعات، تأهل من كل مجموعة فريقان، الأول والثاني. فالمجموعة الأولى التي ضمت 3 فرق تأهل فريق الجامعة الأردنية الذي حصل على المركز الأول في مجموعته، وفريق كلية القانون الكويتية العالمية. ممتاز. المجموعة الثانية تأهل فيها فريق جامعة بير زيت من دولة فلسطين وفريق كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. المجموعة الثالثة تأهل فيها فريق جامعة عين شمس الذي حصل على المركز الأول، وفريق جامعة بيروت الذي حصل على المركز الثاني. نعم. هذه الفرق 6 هي التي ستشكل دوري الربع النهائي. نعم. طيب الآن المعايير التي يعتمد عليها المحكمون في لجنة التحكيم أثناء المرافعة المباشرة،
إيش هي المعايير التي يعتمدون عليها وعلى ضوئها يتم تقييم هؤلاء الطلبة إذا ما عرفنا أن تخصصاتهم يعني مختلفة، أن طريقة التدريس مختلفة، القوانين التي يشتغلون عليها في بلدانهم وجامعاتهم مختلفة، فهل هناك معايير ومحددات واضحة؟ بلا شك أن هذه المعايير تضمنتها قواعد المسابقة وعممت على جميع المحكمين أو المحكمين في هذه المسابقة للاطلاع عليها وتطبيقها، مثل القدرة أو وضوح الحجة على سبيل المثال، نعم. القدرة على إقناع لجنة التحكيم بالفكرة التي يؤمن بها هذا الفريق، نعم. سلامة اللغة أيضا في التعاطي مع الـ مع مع الـ مع الطرح، هذه كلها كجوانب لابد أيضا الالتزام بعد ذلك بالقواعد العامة أيضا التي حددت، نعم. هذه كمعايير يشتغل عليها لجنة التحكيم، نعم. تشتغل عليها لجنة التحكيم في تقييم هذه الفرق. نحن دكتور نرجو لكم كل التوفيق، نرجو لفريق كلية الحقوق بالجامعة أن يتوج بهذه المسابقة لأنه بين أرضه وجمهوره بلغة الرياضة. نشكرك على وجودك معنا الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا، وأنا لعلي أقول من باب الحياد أتمنى أن يتوج أي فريق من الفرق المشاركة هذا من قبيل الحياد يعني. شكرا جزيلا لكم يا أخي. متواصلين معكم مشاهدينا مع بقية المتابعات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، نأخذكم إلى مركز عمان الدولي للمعارض مع الزميل محمد المهري لنقل فعاليات معرض التعليم العالي التعمين والتوظيف، لكن قبل ذلك نأخذكم إلى التقرير القادم الذي يعرفكم إجمالا بأجواء هذا المعرض وماذا يقدم من خدمات تعليمية وتوظيفية لأولئك المقبلين للدراسة الدراسات العليا وأولئك المقبلين على مقاعد التوظيف. تحت مظلة مركز عمان الدولي للمعارض تنطلق اليوم فعاليات معرضي التعليم العالي والتعمين والتوظيف، بالإضافة إلى معرض عمان الرياضي الذي تنظمه الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية، وبرعاية ومشاركة وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون الرياضية التي تشارك في تنظيم معرض عمان الرياضي. ويعتبر المعرض أكبر ملتقى لدعم فئة الشباب العماني في السلطنة، حيث تشارك فيه ما يقارب 300 جهة تدريسية ورياضية وشركات من القطاعين العام والخاص. أكثر من 200 جامعة من أكثر من 25 دولة من ضمنها 170 جهة دولية تشارك في معرض جيدكس، والذي يعتبر أكبر حدث دولي في مجال التعليم العالي في السلطنة. أما معرض التعمين والتوظيف فيأتي بمشاركة 30 جهة من كبريات الشركات العاملة في مختلف القطاعات والاختصاصات. ويتخلل المعارض الثلاثة حلقات نقاش وعروض غنية تتضمن التحول الرقمي وتقنيات التعلم عن بعد والموائمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل. مشاهدينا لمزيد من التفاصيل لهذا الحدث التعليمي التوظيفي المهم ينتقل معنا مباشرة ويتواصل معنا مباشرة من مركز عمان الدولي للمعارض الزميل محمد المهري حتى ينقل لنا تفاصيل هذا الحدث. مساك الله بالخير محمد مجددا، وتفضل مع ضيوفك وما تحضره لنا من تفاصيل متعلقة بهذا المعرض الخاص بهذا العام 2016. شكرا راشد. أعزائي المشاهدين طبعا لازلنا معكم في برنامج من عمان في هذا المعرض، معرض جيتكس، هذا المعرض الذي يعنى بالتعليم، يعنى بالتعليم العالي، وهناك أيضا معرض هكذا منوع وجميل وهو معرض عمان الرياضي بتنظيم لأنشطة وزارة الشؤون الرياضية، بالإضافة قلنا إلى كثير من المساحات المختلفة للطلاب أيضا للتوظيف للعمانيين في أكثر من جهة، وأيضا هناك جهات عسكرية. معي أول ضيوفي الأستاذ شفيق بن درويش العبري، تفضل أستاذ شفيق، وهو مدير مساعد لإدارة الخدمات التعليمية وزارة التعليم العالي. مساء الخير. مساء النور أستاذ محمد، حياك الله، بارك الله فيك، ومساء النور للجميع في الاستوديو وللمتابعين لهذه القناة الرائعة. طيب أستاذ شفيق، اليوم نتحدث عن وزارة التعليم العالي أو هذه المشاركة لمؤسسات تعليمية مختلفة. السؤال، ماذا أضاف
هذا المعرض أو ماذا سيضيف من خلال هذه الثلاثة أيام للخريجين وأيضا للطلاب أيضا خريجين دبلوم التعليم العام ويعطوهم هكذا فرص متاحة للتعليم. بالنسبة لمعرض جيليكس حقيقة لا يضيف فقط للطلاب، حتى المؤسسات المشاركة، لأنه المؤسسات التي تشارك في معرض جيليكس هي مؤسسات داخلية من داخل السلطنة ومؤسسات من خارج السلطنة. المؤسسات من خارج السلطنة حقيقة من خلال زيارتها للمعرض تسعى إلى أن تلتقي بالمختصين من وزارة التعليم العالي، سواء كان هنا في معرض جيليكس بالذات أو حتى من خلال تنسيق لقاءات مع المسؤولين بالوزارة. هذه اللقاءات تتيح لهذه المؤسسات فرصة لتعرف نفسها أكثر مع الوزارة، بالإضافة لذلك تحاول أن تسعى إلى اعتماد برامج أخرى جديدة بالإضافة للبرامج المعتمدة لهذه المؤسسات، لأن بالطبع كل مؤسسات التعليم العالي الخارجية المشاركة هي مؤسسات معتمدة ومعترف وموصى بالدراسة بها من قبل وزارة التعليم العالي، لكن هذه المؤسسات لها مساعي أخرى بأن يكون الاعتراف بجميع التخصصات لربما، أو في أحيانا هناك يعني طرق مختلفة يسعون من خلالها الوصول لأكبر قدر ممكن من المجتمع. الإضافة الأخرى اللي يضيفها هذا هذا المعرض الكبير حقيقة اللي يتكرر سنويا للمؤسسات التي تعمل داخل السلطنة، طبعا كل مؤسسات خاصة مؤسسات التعليم العالي الخاصة هي مؤسسات ذات ارتباط بمؤسسات خارجية، من خلال تواجد المؤسسات الخارجية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة هناك تبادل للآراء والأفكار والمقترحات التي تهم التعليم العالي بالسلطنة. حتى مؤسساتنا يعني الخاصة هنا بينها فيما بينها بعضها البعض، يعني بعض فرصة تتبادل الأفكار. الفائدة الثالثة التي يمكن يعني أن يجنيها هو الطالب سواء كان خريج دبلوم التعليم العام أو حتى العاملين بالقطاعات المختلفة الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية سواء كان هنا داخل السلطنة أو خارج السلطنة بإذن الله. سيد شفيق، نتوجه لك بكل الشكر والتقدير، ونتمنى أيضا أن يكون هناك إقبال أكيد في الأيام القادمة مثل ما تابعنا، يعني ربما زحمة أيضا حتى في الافتتاح. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. شكرا أستاذ محمد، شكرا جزيلا. إذن أعزائي المشاهدين، لازلنا أيضا مع مشاركة وزارة الشؤون الرياضية من خلال اسم رياضي جميل في سماء الرياضة العمانية، معي أحمد بن سعيد الحارثي من فريق عمان للسيارات. أحمد مساء الخير. مساء النور. أنت ما شاء الله جاهز كذا؟ الحمد لله، كان ضروري جدا أن نحن نشارك في هذا المعرض، وخاصة الدور اللي تقوم فيها وزارة الشؤون الرياضية دور مهم جدا من هاي الناحية، وخاصة مع جميع المنتخبات الموجودة، فحسينا ضروري جدا أن فريق عمان سباق السيارات، والحمد لله في 2016 نحن 10 سنوات في هاي الرياضة اللي ما كانت متواجدة في السلطنة قبل. الحمد لله. وين سيارة؟ في بريطانيا. ما دخل عندنا سباق ان شاء الله هاي الاسبوع ان شاء الله، فالتجهيزات كلها في بريطانيا، واول سباق ان شاء الله بيكون في ايطاليا في حلبة مونزا، من اسرع الحلبات في العالم. طيب احمد، ماذا ستقدم انت على المستوى الشخصي من خلال ايضا جناحك الموجود في وزارة الشؤون الرياضية، ماذا تقدم ايضا للشباب وللزوار؟ نحن موجودين هنا حتى نساعد الشباب يعرفوا اكثر عن هاي الرياضة واهمية السلامة في هاي الرياضة في نفس الوقت، ونفس الوقت الأسئلة اللي الشباب يسألونها كيف ندخل في هاي الرياضة وإيش أهمية هاي الرياضة، لأنه كل الشباب متحمسين يبغوا يدخلوا في سباقات السرعة بس في مكان آمن. فالحمد لله نحن موجودين قريب من جميع بالضبط، ونادي عمان للسيارات موجودة في هاي المعرض نفس الوقت، وعندهم كل التفاصيل كيف الواحد يدخل في رياضة المحركات. شكرا نحمد، نتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. أسألك سؤال قبل ما نخلص، ما تخاف من السرعة؟ أبداً. شكراً. شكراً. أحسن. إذن أعزائي المشاهدين، لازلنا أيضاً مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وهو سؤالنا أو ارتباطنا الأخير هنا في هذا الربط الحي المباشر من خلال ضيفي الأخ يوسف بن سليمان العوفي. يوسف مساء الخير. مساء النور أستاذ محمد. يعني اليوم هذا المعرض فيه كثير من الأركان، الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، أنتم تعطون هكذا أو تقدموا خدمة للزوار، يعني تعتمدون هذه المشاركة، أهمية مشاركتكم أو ماذا تقدمون في المشاركة؟ نعم، أول شيء نمس بالخير على جميع المشاهدين الكرام. طبعا هذه هي المشاركة الثانية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في معرض مؤسسات التعليم العالي جيتكس 2016. طبعا تأتي هذه المشاركة إيمانا من الهيئة بأهمية المشاركة في مثل هذه المعارض، وهدفنا من هذه المشاركة هو تعريف المجتمع بأهم البرامج والأنشطة التي تعمل عليها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وكذلك إبراز دور الهيئة في مجال ثقافة الجودة.
شكرا يوسف، نتمنى لك كل التوفيق. امين ان شاء الله. شكرا. ربما هذا سواء يعني اللقاء سريع، ولكنه حاولنا ان نعطي هكذا المشاهد الكريم على الاقل نبذه عشان ايضا نخليه يزور ويتاكد ايضا من التفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. احسن. اذا اعزائي المشاهدين، هكذا كنا معكم من خلال برنامجكم من عمان، من هذا المعرض الذي يحتوي هذه الاركان الثلاثه، التعليم العالي ثم التوظيف وهذه الخدمه الجديده ايضا وزاره الشؤون الرياضيه من خلال معرض عمان الرياضي. نتمنى دائما ان تكونوا في الحدث من خلال زيارتكم والاستمتاع بهذه الاجواء الجميله هنا في المعرض. راشد، هذا ما لدينا في الرابط المباشر، ولكن لا زال لدينا الكثير من خلال فقرات برنامجنا لهذا المساء. شكرا لك يا محمد. متى يبدا المعرض، يعني متى يفتتح ابوابه صباحا للجمهور ولمن يتابعنا الان، لمن يود زياره محمد يوم الغد ان شاء الله؟ طبعا راشد، المعرض من 19 الى 21 الى يوم الخميس، يفتح طبعا ابوابه في الفتره الصباحيه وايضا في الفتره المسائيه. ومن خلال ايضا رؤيتنا للافتتاح بامانه كانت هناك زحمه كبيره جدا، لانه نتحدث عن التوظيف، عن فرص العمل، نتحدث عن كثير ايضا من المساحات. واتمنى في الفتره القادمه ان تكون هكذا رساله للمشاهد الكريم، انه الشباب بالذات يعني يحاولون انه ياخذوا هكذا مساحه في المعرض ويتعرفوا على الكثير والجديد في معرض جيتكس 2016. هو الشيء الجميل في هذا المعرض محمد انه يجمع القطاع الشبابي بكل فئاته، الفئات التي تتوجه للتعليم سواء لمخرجات دبلوم التعليم العام او لمخرجات التعليم يعني البكالوريوس ويودون استكمال بقيه الشهادات العليا، واولئك الذين يسعون للحصول على وظيفه، واولئك المهتمين ايضا بالقطاع الرياضي. فنوجه الدعوه ذات التي وجهتها للجمهور لزياره هذا المعرض. شكرا لك الزميل محمد المهري، تواصلت معنا مباشره من مركز عمان الدولي للمعارض. اذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم مع بقيه المتابعات في حلقه الليله من برنامجكم من عمان. تقريرنا القادم يدعو الجميع لان نطلق شعار بيئه خاليه من الانبعاثات الضارة. وبعد هذا التقرير لدينا ضيف عزيز وتفاصيل متعلقة بالخطط الاستراتيجية القادمة لشركة بيئة حول موضوع إدارة النفايات. في ظل الخدمات الحكومية المقدمة للرقي بمستوى التطور المنشود الذي تسعى كافة قطاعات المجتمع المدني الوصول إليه من خلال تقديم سبل التطور والنجاح لإضفاء لمسة عمانية خالصة في المجتمع الإقليمي والدولي. البيئة هي ملاذ الأفراد الراغبين في استنشاق هواء نقي يريح سريرة البال، ونحن بفضل من الله وهبنا بيئة نقية خضراء ترتاح لها أفئدتنا لحسن منظرها، وهي بمثابة قناة ربط تلفازي تجذب مشاهديها من حسن منظرها البديع، والتي تضافرت فيها الجهود المضنية لتكون شعاعا ينطلق منه النور للأرض. من هنا قامت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بإقامة حلقة عمل حملت عنوان بيئة مستقبلية خالية من الانبعاثات، والتي تهدف من خلالها لجعل عمان في حلول 2030 بيئة خالية من انبعاثات مضرة، ولترسم بذلك لوحة مشرقة طبيعية تستنشق عبق بخورها العطر، ولتزين اسم عمان في خارطة العالم بنور يشع على دول العالم تفردا بخدماتها الفريدة من نوعها. عزيز المواطن، عزيز المقيم، إن الكهرباء هي أحد أهم الأساسيات التي نعتمد عليها في أسلوب حياتنا العصرية، إلا أن الجهل بمخاطر الكهرباء أو عدم اتباع إجراءات السلامة الكهربائية الصحيحة قد يؤدي إلى أضرار في الممتلكات أو خطر التعرض للإصابات. يجب أخذ الحيطة والحذر عند العثور على أي سلك مكشوف واعتباره مشحونا بالكهرباء ما لم يثبت عكس ذلك، ولا تقم بتحميل نقاط توصيل الكهرباء أكثر من طاقتها بتشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية خلالها. كن حذرا عند القيام بتشغيل الأجهزة الكهربائية بالقرب من مصادر المياه، وتأكد من إغلاق هذه الأجهزة عند الانتهاء من استخدامها. قم بإطفاء الأجهزة والأدوات الكهربائية المولدة للحرارة عند الانتهاء من استخدامها تفاديا لحدوث حرائق.
أطفئ سخان الماء عند الاستخدام من أجل تجنب أي تسريبات كهربائية داخل السخان، وتأكد من توصيل سلك التأريض للسخان بصورة صحيحة، وذلك باستشارة كهربائي مرخص من قبل الشركات المزودة للكهرباء في منطقتك. تجنب لمس أسلاك الكهرباء أو القيام بتشغيل أو إغلاق المفاتيح الكهربائية ويداك مبلولتان بالماء. في حالة توقع دخول الأمطار للمنزل، قم فوراً بفصل الأجهزة الكهربائية الأساسية كالتلفاز والمكيفات والحواسيب وغيرها، ثم قم بفصل التيار الكهربائي بشكل كامل، وذلك بغلق لوحة المفاتيح الكهربائية الرئيسية. أما إذا بدأت المياه بدخول المنزل قبل قيامك بفصل الكهرباء، فتجنب القيام بذلك لتفادي حدوث صعق كهربائي، وحاول الابتعاد عن الأجهزة الكهربائية والبقاء في مكان آمن. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. مشاهدينا، في الدقائق القادمة حديث حول بيئة مستقبلية خالية من الانبعاثات، هذا ما أعلنته شركة بيئة لبيئة عمانية بإذن الله خالية من كل الانبعاثات السامة، عملية إدارة النفايات بطريقة عصرية ثم الاستفادة من هذه النفايات في توليد الطاقة بأشكالها المختلفة. تفاصيل أكثر عن هذه الخطط الاستراتيجية القادمة التي طبعا أطلقتها شركة بيئة بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة العريقة، وهو معهد إدارة تدفق الموارد الألماني، من خلال وجود ضيفنا العزيز وهو نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بيئة، الشيخ محمد بن سليمان الحارثي. مساك الله بخير شيخ. مساك الله. سعيد جدا بوجودك معنا. سعدنا. يا مرحبا فيك شيخ. يعني بدءا قبل الحديث عن هذه الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى التي ننشدها جميعا والسلطنة يعني سباقة في موضوع الحماية، حماية البيئة والحفاظ على البيئة، ما هي المنطلقات والرؤية التي تعمل عليها شركة بيئة في موضوع إدارة النفايات في السلطنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رؤية بيئة واضحة بالمحافظة على بيئة عمان نظيفة وللأجيال القادمة، رؤية واضحة أيضا بالحد من كمية النفايات وأيضا تخلص منها بعيدا عن المرادم في المستقبل القريب إن شاء الله. طيب الآن ما هي الاختصاصات التي تشتغل عليها شركة بيئة حاليا؟ شركة بيئة طبعا تخصصها النفايات الصلبة عامة، غير طبعا نفايات الصرف الصحي تخصص شركة أخرى هي شركة حياة، فيما عدا ذلك طبعا معظم النفايات الصلبة من تخصص شركة يعني بيئة. النفايات الصلبة من أصغر النفايات التي نلاحظها حتى النفايات الصناعية مثلا؟ طبعا صنفها، احنا عندنا النفايات البلدية اللي هي اللي تطلع من المنازل ومن المؤسسات التجارية والمؤسسات الحكومية وأخرى، طبعا نسميها النفايات البلدية. فيما بعد عندك نفايات الخطرة وعندك نفايات الرعاية الصحية، فنفايات مختلفة كلها تعتبرها نفايات صلبة. والآن كل هذه القطاعات أسندت اختصاصاتها لشركة بيئة. مضبوط. شركة حكومية. شركة حكومية مملوكة بالكامل من الحكومة. طيب الآن يعني كيف تقوم شركة بيئة بعملية إدارة هذه النفايات؟ طبعا بداية نظرنا طبعا للوضع الموجود في عمان. عمان يجد بها طبعا فوق 300 مكب أو مطامر تقليدية. فبالتالي طبعا كأولوية أخذنا في الاعتبار أنه حد من الضرر هذا. فالخطة طبعا وضع البنية الأساسية اللازمة للتخلص من النفايات من مرادم هندسية صحية ومحطات تحويلية تدعم المرادم الهندسية، فبالتالي راح نستبدل الفوق 300 مطمر ب 11 مردم هندسي منتشرين في كل محافظة على بواقع مردم هندسي لكل محافظة، و 24 محطة تحويلية على الأقل تدعم المرادم الهندسية. فبالتالي يقوم طبعا بنقل النفايات عن طريق المحطات التحويليه للمرادم الهندسيه المختلفه. فيما بعد راح يكون معنا 10 عقود خدمه، تقديم خدمه بمستوى عالمي، والعشر عقود خدمه طبعا كلها راح تطرح للقطاع الخاص لشركات متخصصه على اساس تقدم الخدمه. طيب الان يعني ايش مواصفات هذه المرادم الهندسيه؟ 4 انضموا الى الخدمه او اشتغلوا خلاص، 4 في الانتظار وثلاثة لم تسند مناقصاتها بعد. هي 11 مردم هندسي مثل ما ذكرت، 4 دخلوا الخدمة، 3 راح يدخلوا الخدمة العام هذا إن شاء الله السنة هذه، وثلاثة آخرين طبعا تحت الإنشاء،
ويبقى لنا طبعا مردم هندسي واحد راح نطرح مهندس مناقصة لإنشائه. طبعا الأربعة الحين دخلت الخدمة وين؟ طبعا ملتقى في العمرات في ولاية العمرات، عندنا أيضا مردم هندسي في عز في محافظة الداخلية، مردم هندسي آخر في طهوة في محافظة الجنوب الشرقية، ومردم في بركة طبعا أحدث مردم بركة الهندسي ودخل الخدمة العام الماضي. طبعا مواصفات المرادم هذه طبعا فيها طبقة تحمي التربة والمياه الجوفية من تسرب العصارة للتربة، فبالتالي طبعا تعتبر بيئيا صديقة للبيئة. وفيما بعد طبعا الخلايا اللي هي كل مردم هندسي عبارة عن خلايا، فمجرد تكتمل الخلايا هذه بنقوم طبعا بإغلاقها والتحكم بالغازات والاستفادة من الغازات هذه لإنتاج الطاقة وغيرها. طيب يعني حتى نوضح الصورة أكثر الشيخ للمشاهدين، المطامر القديمة كيف تعاملتوا معها؟ المطامر القديمة طبعا عندنا خطة بحيث نغلقها تماما مع العام القادم إن شاء الله، بحيث ما نستقبل أي نفايات في المطامر القديمة. الآن طبعا المطامر القديمة جاية في مستويات مختلفة، شيء منها طبعا راح نغلقها، شيء منها راح نقوم بإعادة تأهيلها على حسب المتطلبات. لكن طبعا المطامر عددها كبير وراح ياخذ منا طبعا سنوات قادمه لاعاده تاهيلها ومبالغ طائله. طيب هذه المرادم الان كيف تتعامل مع هذه النفايات حتى نصل الى امتلاء الخلايا؟ طبعا اللي بيصير معك انت النفايات تاتي يوميا من المحطات التحويليه المختلفه، المحطات التحويليه تنقل النفايات الى المرادم، نقوم بكبس النفايات بحيث انه ما تاخذ مساحه كبيره في المرادم. ومن ثم طبعا تغطى بتربه بشكل يومي على اساس تتحكم من الروائح وبالمواد السامه والامور هذه، ولكن فيها بطانه موجوده طبعا الطبقه الارضيه هذه كلها بطانه تحمي من المواد السامه انها تتسرب للمياه الجوفيه. فيما بعد نقوم بسحب العصاره ومعالجتها والاستفاده من المياه بعد المعالجه. هذه العمليه نقوم بها يوميا بحيث انه ما تبقى اي نفايات مكشوفه، كل يوم تغطى يوميا بتربه خاصه. نعم. طيب يعني معدل امتلاء هذه الخلايا الموجوده في المرادم يعني في سنوات معينه؟ طبعا عامه الخلايا لها عمر افتراضي حوالي 5 سنوات لـ7 سنوات على حسب تصميم الخليه، لكن 5 لـ7 سنوات عامه. نعم. طيب بعد انتهائها يعني تغطى بطبقه؟ تغطى بطبقه، وبالامكان ايضا الاستفاده بان تحويلها لحدائق عامه بالامكان، او انه فقط انك تغطيها وفيما بعد بعد ما تغلق المردم بكامله. كيف حدائق عامه؟ بامكانك انك تغلق المردم، مجرد يتم استغلال المردم بكامله انك تغلقها بطريقه سليمه بيئيا وانك تحولها لطبقه خضراء، وبامكان ايضا تستخدم لاستخدامات مختلفه. نعم. طيب يعني انتم الان تريدوا يعني 2030 ان تكون بيئتنا بيئه يعني خاليه من انبعاثات السامه، ممكنه يعني هذه الفكره؟ هي ممكنه، هو طبعا لكن بنعود في الورشة العمل. هي الورشه كانت عباره عن وضعنا سيناريو افتراضي بان عمان وصلت في عام 2030 لمرحله لا نفايات وبيئه خاليه من الانبعاثات. فبالتالي طبعا اشترك في الورشه عدد من الجهات الحكوميه ومن ذوي الاختصاص، ورجعنا للخلف ل 2016 وذكر طيب، فحبينا نعرف كيف ممكن نوصل للبيئه هذه، ايش المتطلبات. فهي عباره الورشه كان عباره عن نوعا ما نعرف ايش المتطلبات على اساس نوصل للبيئه اللي هي خاليه من الانبعاثات. فطبعا الخلاصه بان نحتاج مثلا بيئه تشريعيه واضحه وصارمه بالنسبه للتخلص من النفايات، نحتاج برامج توعيه تمس جميع المراحل خاصة المراحل الأطفال في المدارس، أيضا تعاون الجهات المختلفة مثلا لإنتاج الطاقة من النفايات، أيضا نحتاج الهيئات المختلفة تعاون معنا في المسألة هذه، التعاون مع الجهات الأخرى كشركة حياة بحيث أنه النفايات اللي تطلع من شركة حياة والنفايات اللي تطلع من عندنا ممكن بالإمكان أنك تنتج منها سماد وغيرها، فهل التعاون مشترك مطلوب بحيث أنك توصل للمرحلة المطلوبة. نعم. طيب يعني موضوع تحويل هذه النفايات إلى مصادر للطاقة، إيش الطريقة؟ يعني في خطة استراتيجية واضحة راح تشتغلون عليها إن شاء الله إعادة التدوير؟ هو طبعا احنا خطتنا واضحة بأنه مع عام 2020 راح نحول 60% من النفايات من المرادم، معناته أنه 40% من النفايات فقط راح تروح للمرادم. مع 2030 راح نحول 80% من النفايات. الحين أنتم مسؤولين عن تحويل هذه النفايات من أماكنها إلى المرادم أو بعدين إلى المحطات؟ مضبوط، عن طريق شركات خاصة. إذن يعني بيروح هذا الاختصاص من وزارة البلديات؟ بالفعل انتقل انقطاع إدارة النفايات من البلديات المختلفة إلى شركة بيئة. نعم. طيب فالآن طبعا بالنسبة للتعامل مع النفايات المحولة من المرادم عندك عدة طرق، منها طبعا إعادة التدوير
وهذا طبعا عملية يحتاج أنك تفرز النفايات وتأخذ منها البلاستيك، تأخذ منها الورق، وتأخذ منها مواد مختلفة. بإمكانك أيضا أنك تدخل في إنتاج الطاقة، لكن في عمان طبعا إحنا دخلنا في فكرة مبتكرة نوعا ما، بحيث أنه غير مجدي عملية إنتاج الطاقة من النفايات في منطقة الخليج بشكل عام، فبالتالي أخذناها لخطوة أخرى بحيث أنه ممكن أن ندخل في تحلية المياه. تأخذ النفايات طبعا، النفايات اللي هي فيها قيمة حرارية نعالجها حراريا، وبالتالي طبعا ننتج طاقة، والطاقة هذه تدخل في عملية التناضح العكسي لتحلية المياه. فمن خطتنا طبعا عن يكون عندك مرفق متكامل في محافظة جنوب الباطنة، راح نتعامل مع حوالي 2100 طن من النفايات يوميا، اللي هي حوالي 40% من الانتاج الكلي للسلطنة حاليا، لإنتاج حوالي 73 مليون متر مكعب من المياه سنويا، اللي هو حوالي 30% من محطات التحلية مجتمعة في عمان حاليا. فالكمية كبيرة، والدراسات الأولية طبعا تبين أنها العملية مجدية. فالآن نأخذ الخطوات القادمة لإيجاد الموقع المناسب وطرح المناقصات. طيب طبيعة هذه المحطات، يعني كيف راح تكون طبيعة هذه المحطات التي تضمن إدارة هذه النفايات وإعادة تدويرها بما يضمن إنتاج كل هذه الكميات من المياه؟ طبيعة من الناحية البيئية طبعا، هي المحطات صديقة للبيئة ومثبتة عالميا، يوجد فوق 2000 محطة لإنتاج الطاقة من النفايات حول العالم. طيب الشيخ، لازم نحن نقنع الجمهور، نقنع المشاهدين أنك أنت تعيد تدوير نفايات، يعني شيء صحيح مستهلك. صحيح، ممكن يعني ممكن وهذا مطبق عالميا. فبالتالي يعني عندك كثير من المرافق زرناها احنا بالشركة، والمرافق توجد حتى في وسط المدن لمعالجة النفايات وبالتالي إنتاج الطاقة، والكثير من الأحياء اللي حوالين طبعا المرافق هذه تستفيد من الطاقة، وتستفيد من الحرارة أيضا في الدول الأوروبية وغيرها، فهذه موجودة مطبقة. يعني عالمية مطبقة. طيب وصلت لدرجة بحيث أنه الانبعاثات لا شيء من الانبعاثات، توجد انبعاثات من المحطات هذه. طيب هذا بالنسبة إلى 2020، 2030؟ 2030 راح نرفع النسبة إلى 80%. إحنا طبعا يا ريت ممكن نوصل للصفر من النفايات تروح للمرادم، لكن طبيعة عمان شوية صعبة، وعندك موقع الجغرافية جغرافية يعني، وعندك كمية نفايات بسيطة متواجدة في القرى في محافظات بعيدة نائية خارج مسقط، فبالتالي راح نوجد حلول مبتكرة للتعامل مع هالنفايات، ولكن نكون واقعيين شوية، أعتقد 80% رقم جيد بالنسبة لعمان. يعني في تجارب دولية وصلت إلى الصفر؟ شيء تجارب، هو الصفر يعتمد، هو يوم يتكلموا عن الصفر في المياه هو يتكلموا أنه ما نردم النفايات العضوية في المرادم، فبالتالي لكن تبقى معك الأتربة، تبقى معك مواد خامدة في النهاية راح تنتهي في المرادم. مثلا عندك الزجاج، صعب انك تتعامل مع الزجاج في منطقه الخليج، ما توجد صناعه للزجاج، فبالتالي ما عندك حل الا انك تردم الزجاج، لكن هي تظلها طبعا مواد خامده وبامكانك تردمها من دون ضرر للبيئه. طيب شيخ، كيف بالنسبه للنفايات الصناعيه، النفايات الصحيه، كيف يتم التعامل معها الان؟ طيب نفايات الرعايه الصحيه طبعا منفصله، في الرعايه الصحيه عندنا مرفقين حاليا، مرفق في الملتقى في مسقط عباره عن 4 خطوط، خطين للمعالجه الحراريه وخطين للمعالجه عن طريق التعقيم. نتعامل مع حوالي 95% من النفايات الرعاية الصحية التي تنتج في مسقط، وبدينا نستقبل من محافظات أخرى. وعندنا مرفق آخر الآن في شمال الباطنة، أيضا خطين للتعقيم، ومرفق ثالث راح يدخل خدمة إن شاء الله خلال شهرين في ثمريت في محافظة ظفار. فبالتالي راح نتعامل مع حوالي 95% من نفايات الرعاية الصحية في السلطنة ككل. راح يكون معنا أيضا مرفقين على حجم أصغر في الوسطى وفي مسندم لمعالجة بقية نفايات الرعاية الصحية. طيب الصناعية؟ الصناعية طبعا يحتاج لنا، ما يوجد معنا أي شيء لمعالجة نفايات الرعاية الصحية أو الخطرة حاليا، الرعاية الصناعية السامة والخطرة. لكن الآن في طور إنشاء مرفق متكامل طبعا الأول من نوعه في المنطقة لمعالجة معظم النفايات الخطرة عن طريق طرق مختلفة. عندك طبعا عملية التجميد لبعض النفايات، عندك مرادم هندسية خاصة بالنفايات الخطرة، عندك عملية أيضا عملية معالجة بالكيميائية الفيزيائية، وأيضا المعالجة الحرارية. فعندك عدة طرق لمعالجة أنواع النفايات على حسب نوعية الخطرة. طيب يعني شيخ، الملاحظ أن السلطنة تنمو عمرانيا، يعني المشاريع العمرانية التنموية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، أيضا التنمية العمرانية التي يعني تشهدها السلطنة التي يقوم بها المواطنون، مخلفات البناء،
تصنف تحت أي صنف؟ يتشكل تحدي كبير. مخلفات البناء والهدم البناء لها تحدي آخر وهي غير خطرة طبعا تعتبر، ما عدا طبعا في مواد مثل الأسبستوس، ما الأسبستوس تعتبر مادة خطرة، ما عدا ذلك هي غير خطرة لكن تشكل هاجس، لأنه نقدر الكمية ما بين 3-5 مليون طن سنويا من نفايات أو مخلفات البناء والهدم، وللأسف طبعا هي من المخلفات اللي ما صعب التحكم بها لأنه جزء كبير منها يقوم التخلص منها بشكل عشوائي وفي أماكن مفتوحة. الآن طبعا عندنا خطة واضحة بحيث أنه ننشئ مراكز لمعالجة المخلفات البناء والهدم. بدينا طبعا في خط الباطنة، الآن عندنا مشروع الخط طريق الباطنة الساحلي راح يتم هدم 9500 منزل على الأقل، وعندنا طبعا اتفاقية مع وزارة الإسكان نقوم بمعالجة النفايات هذه في مراكز مختلفة. كيف راح يتم التعامل معها؟ هي عبارة عن كسرات طبعا بتأخذ النفايات الهدم البناء، بتأخذ المعادن وتدخل في عملية إعادة تدوير المعادن، فيما بعد النفايات الأخرى بإمكانك أنك تنتج أتربة وحصى وأمور مختلفة تدخل في إنشاء الطرق وغيره، ما البناء لكن أكثر شيء الطرق وغيره، فممكن تدخل مرة ثانية ترجع في التصنيع بدل ما أنها تنتهي في المراد. لكن مخلفات الطابوق والسميد هذه ما تعتبر يعني مواد خطيرة؟ ما تعتبر خطرة لأنه بإمكانك أيضا أنك تتعامل معها وتحولها مرة ثانية لأتربة ولحصى وغيره. هو أتوقع يعني شيخ للوصول إلى هذه الرؤية المستقبلية السامية البعيدة لابد أن نصل إلى مرحلة مرتفعة من الوعي طبيعي. الوعي الفردي المجتمعي طبيعي. المؤسسي، كيف تشتغلوا على موضوع التواصل مع المجتمع؟ احنا عندنا طبعا قسم مختص بالتواصل المجتمعي، عندنا برامج وعندنا بدينا في التعامل مع المناطق اللي بدينا فيها نقل القطاع من جنوب الباطنة وجنوب الشرقية. طبعا من الأهمية ان نبدا بالمدارس لبناء جيل واعي في المستقبل وبشكل ابداعي بشكل مبتكر. عندنا عدة برامج بدينا في بعضها والبعض الآخر راح يبدأ إن شاء الله من العام هذا، بحيث أنه نوصل الفكرة بالتعامل مع النفايات حاليا وفي المستقبل بعملية إعادة تدوير، فراح نأخذها على مراحل إن شاء الله على حسب الحاجة في السوق. نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله. نشكرك على وجودك معنا، نرجو أن تتحقق هذه الرؤية والخطة الاستراتيجية بعيدة المدى. الشيخ محمد بن سليمان حارثي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بيئة، شكرا جزيلا لك. شكرا الله يخليكم. إذن مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم مع بقية المحطات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، راجعي لكم وفي صبر لأغوار التاريخ العماني مع المكرم الدكتور إسماعيل الأغبري، لكن بعد هذا الفاصل القصير. اتكاتب في بلادي شدني في مذاهبنا توحدنا يزيد صف واحد ما نحيد وننثني الأصالة رمز والمكسب حميد يا عمان المجد انت موطني والذرة انت ولا غيرك نريد كل شعبك في ربوعك مهتني دام حاكمنا على النهج السديد في فوادي في عيوني يسكني في شراييني ونبضي والوريد كل حرف من حروفك شاكني لين صرت نبض قلبي والقصيد انحني لعمان ارض ومسكني سيدي قابوس في حكمه فريد الوطن شامخ وشعب يهتني كل يوم يا بلادي فيك عيد يا بلادك في سمانة تندني يا خناجر زيني
شباب الملتقى عقد فريق كتف التاريخ يده من حني والعرب والغرب في فعلك تشيد يا ولائي وانتمائي مدني عن طواريق الجزالة لا تحيد يا حروفي لجل فرحتنا ذعني جملينا فوق ما حنا نريد 45 من عمر هني يا بلادي رددي أغلى نشيد ومستحيل في يوم عيدك تحزني افرح بقابوسنا وشعب سعيد يا قوى في الشعر للنهضة وزني كل حرف من قصايدنا عنيد في عمان الخير دار موطني دامت الافراح عيد بعد عيد حن جندك يا وطن ما ننثني دام ما فك الحديد للحديد يا وطن وقت اللي وازم لو تبع عرق من عروق الوريد كل فرد فيك من حبك غني والوليد شل من حبك رصيد لجلك الموت الحمر ما همني عن حماك احطم سبوح الجليد في عمان الوقت لا ما سدني اوصف واكتب بزاياها وعيد بس يكفي لافتخرت بأنني أصري عماني على هام الصعيد بالوفا والطيب قلبي مقتني يا من عماني وافعل ما أريد الصعب في الشوف عيني انحني انحنى الطرس من سيف الوليد أطرش الكلمة على البحر الغني تنهض حروفي وتصطاد القصيد كل وصل من سناك مرني يا بلادي يشبه الدر الفريد كل ما سافرت شوقي جرني مثل طفل عن حضن أمه بعيد يعلني ما ذوق حزنك يعلني يا قوي حياكم الله مشاهدينا مجددا وهذه المرة مع حكايات التاريخ العماني وما خلفه الأجداد لنا من كنز تاريخي عريق تشهد له الكتب والشخصيات التي عرفت في التاريخ العماني. مثلكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفنا العزيز المحاضر في كلية العلوم الشرعية المكرم الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري. مساك الله بالخير المكرم. الله يمسيك بالخير. سعيد جدا بأن تكون معنا مجددا. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور قبل أن نتحدث يعني بأبرز الإسهامات العمانية في من القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع الهجري يعني الحديث بدءا لماذا كل هذا التركيز على العمانيين يعني هل للعمانيين السبق كما وعمرا في هذا الإسهام العلمي الذي سبقوا به بقية الحضارات والأمم الأخرى حتى يتحدث عنهم كثيرا في موضوع إسهاماتهم العلمية؟ شكرا جزيلا والسؤال أيضا منطقي والجواب أيضا منطقي لأني عماني لابد أن أعرف نعم. عن عمان نعم. يعني كل يتحدث عن بضاعته سواء كانت بضاعة مادية أو بضاعة معنوية نعم. وعليه أن يعرف بها في حلة قشيبة تسر الناظرين نعم. الأمر الآخر لم يسلط الضوء على إسهامات العمانيين حتى من العمانيين أنفسهم نعم. فمن باب أولى عندما لم يسلط الضوء الناس تسأل يعني ما هي مساهمات أهل عمان ما هي خدماتهم القليلة لأجل الحضارة الإسلامية بل والحضارة الإنسانية نعم. هل كانت لهم مشاركات منذ القديم أيضا هذا سؤال مطروح فبالتالي هذا الحوار الذي صار أسبوعيا نعم. هو يجيب على أسئلة كثيرة عالقة في أذهان الناس نعم. طيب يعني كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن أبرز الشخصيات وانتهينا عند الإمام جابر بن زيد ماذا عن بقية الإسهامات العمانية الأخرى في المجال العلمي؟ نعم ربما هناك غير ديوان الإمام جابر له نعم. أيضا مؤلفات أخرى
لكن هناك جوابات الإمام جابر بن زيد قام بجمعها فضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي وطبعته وزارة التراث والثقافة. وهناك أيضا رسائل الإمام جابر بن زيد 18 رسالة حققت وجمعت وطبعتها مكتبة الضامري للنشر والتوزيع. في القرن الثاني الهجري شخصية الربيع بن حبيب فقيه محدث من غضفان من أهل عمان وقبره لم يزل في شمال الباطنة. رحل إلى البصرة فأخذ علما هناك ثم عاد إلى عمان. كتب المسند مسند الإمام الربيع بن حبيب وهو من السابقين في جمع هذه الأحاديث لكنه كان من المقلين لم يكن من المكثرين في جمع الأحاديث وهذا واضح في مسنده. نعم. على العموم غالبا يروي الربيع عن جابر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك غالبا والرواية غالبا تكون عن ابن عباس. يقال بأنه ثلاثي السند وذو سلسلة ذهبية. فهذا إذن في القرن الثاني أيضا لأخراشه. من يكون أبو عبيدة؟ هل هو عماني؟ لا أبو عبيدة ليس بعماني إنما عماني جابر والربيع. لذلك نحن نعرف فقط بالأعلام العمانية. في القرن الثاني أيضا محبوب بن رحيل. وأسرة آل رحيل هي أسرة تسلسلت فيها العلوم ولا زال أحفاد آل رحيل يقطنون صحار. محبوب بن رحيل أيضا رجع من البصرة بعد ازداد علما هناك رجع إلى عمان إلى صحار مع الربيع بن حبيب الذي أصلا هو تتلمذ على يدي. إذن محبوب بن رحيل من علماء القرن الثاني الهجري. هناك شخصية أيضا من علماء القرن الثاني الهجري لكن ما هي مؤلفاتها لأن أيضا فقدت كثير من المؤلفات. شخصية شبيب بن عطية. شبيب بن عطية هذا عاصر ولادة عمان أيام ولي أمر عمان آنذاك الإمام القلندة بن مسعود عام 132 هجرية. وكان ساعده الأيمن. ومن القصص التي تروى لشبيب بن عطية وفيها دروس أهمية الحفاظ على الأوطان. هو من أين تحديدا؟ شبيب بن عطية قيل من بلدة الغبي من الظاهرة تابعة لولاية عبري. فشبيب بن عطية لما جاء شيبان وكان يتبنى فكرا متشددة هو مصنف على أنه من الصفرية فرقة انقرضت. عندهم نمط من التكفير أو التشدد ضد المخالف. لما وصل إلى عمان طبعا ما يقال ما يعرف بمجلس أهل الحل والعقد اجتمعوا برئاسة ولي أمر عمان القلندة. خطورة الفكر المتشدد قد يخل بالنسيج الاجتماعي قد يقطع اللحمة الوطنية. ماذا فعل؟ الإمام القلندة خيره إما أن يدخل فيما دخل فيه أهل عمان من فكر معتدل مرن وإما أن يغادر مصعوبا بالسلامة أرض عمان وهو عرض منصف. فهو أبى أن يترك فكره المتشدد وأبى أن يرحل من عمان فلزم حينئذ حتى تحفظ النسيج الاجتماعي أن تخرجه. حاولوا إخراجه لكن دارت المعركة فقتل شيبان. القلندة كان يستشير شبيب بن عطية في هذه المسألة. فجأة وصل قائد الجيش العباسي قائد الخليفة السفاح وكان يطارد شيبان الذي قتله العمانيون. قال قد كفيتمونا مسألة شيبان لكني أطلب الآن أمرا. قال له العمان ما تطلب يا خازم أنت قائد جيش السفاح؟ قال أطلب ميراث شيبان. هنا ما نريد أن ننبه إليه. العمانيون رفضوا تسليم ميراث شيبان مع أنه أتاهم باغية لكن قالوا نحن لم نقاتل شيبان أنه مرتد أو خارج عن الإسلام إنما هو بغى علينا على أرضنا وعرضنا فقاتلنا. أما ماله فليس لنا وليس لك إنما يعود لورثته.
فبالتالي هذا مبدأ يجب أن يحفظ. مال المسلم لا يغنم وكذلك أموال الآخرين لا يعتدى عليها هكذا. فعلى العموم هددهم بغزو إن لم يسلموه ميراث شيبان. شبيب بن عطية الذي الآن نتحدث عنه أشار إلى ولي أمر عمان الجولند بن مسعود أن ادفع إليه ما يريد على أن نضمن نحن معاشر أهل عمان الحقوق من أموال بيت مال المسلمين فندفعها إلى ورثة شيبان خوفا على الدولة العمانية من أن يغزوها الجيش. على العموم وافق هنا الإمام الجولند وتم تسليم ميراثه. تم التسليم وهو فقط شيء سيف وخاتم. والخليفة العباسي أصلا في غنى عن السيف والخاتم، ماذا يصنع بالسيف وهو خليفة وهو حاكم كبير لديه خزائن وأموال؟ إنما فيها رمزية. خازم سيقدم دليلا إلى الخليفة السفاح أنه تخلص من شيبان، وبالتالي لا بد أن يكرم أيضا خازم بن خزيمة على ما قام ترقية أي غير ذلك، فبالتالي لا بد أن يحفظ له الدور. وافق العمانيون. ثم طلب خازم بن خزيمة شيئا آخر، قال لي طلب آخر، أن تخطبوا في منابر الجمعة عندكم في عمان باسم الخليفة العباسي. طبعا هذا يمس بالاستقلال السياسي لعمان، يمس بالاستقلال الجغرافي لعمان. هنا كان قولا واحدا من أهل عمان لا يخطب أو لا يدعى في الخطبة لشخص من غير عمان، لأنك حينما تدعو له الأخ راشد عندما تدعو لشخصية في منبر الجمعة فأنت تعترف بشرعيته. كيف يعترفون بشرعية شخص ليس من عمان يحكمهم؟ ثم إذا دعوا للخطبة أو دعوا للخليفة في خطب الجمعة وهو غير عماني، ما هو مصير الجولند بن مسعود؟ تلقائيا يكون باغيا، لأنه على ما أنت تخطب باسم شخص آخر ثم تؤيد شخصا آخر، إذن الشرعي هو من يخطب باسمه ويدعى له في منابر الجمعة، وعلى ذلك يكون الجولند باغيا. لذلك فهموا القصة فرفضوا رفضا قاطعا أن يخطبوا باسم الخليفة، فكان القتال، ولذلك قتل الإمام الجولند في جلفار. هذا نأخذ منه درس. الأوطان يذاد عنها، والذود عن الأرض هو ذود عن العرض. ومن هنا كانت التضحية من هؤلاء. وأما شبيب بن عطية متى توفي غير محدد، متى في أي ما توفي وماذا ترك من نتاج علمي أيضا غير محدد، لكن كانت له آراء سياسية، وكان من ضمن الذين لا يمكن أن يقضى أمر في عمان في أيام عام 132 هجري دون الرجوع إليه، ولا زال قبره يقال في الظاهرة في عبر. نعم. طيب ماذا عن بقية العلماء الأخرى والعلماء الآخرين؟ نعم، في القرن الثالث الهجري، أنت ذكرت أن الشيخ سعيد بن خلف جمع جوابات الإمام جابر بن زيد. جوابات الإمام جابر. من أين حصل عليها؟ يعني من أين تم جمعها؟ هي المخطوطات. نعم. وهذه الآثار يعني حقيقة قامت وزارة التراث والثقافة بدور كبير، يعني لولا أنها أنشئت لضاع هذه المكنونات العمانية. وأيضا مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي هي مكتبة مشهورة، وأيضا جمعت أمهات الوثائق وأمهات المخطوطات. ربما إذن فضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي زار هذه وتيسر له الاطلاع على ذلك، فجمع هذه أو ما روي عن جابر ابن زيد. نعم. علماء القرن الثالث الهجري، محمد بن محبوب ابن الرحيم. نعم. هذا له كتاب في 70 جزءا لكن للأسف فقد. وابنه بشير ابن محمد ابن محبوب الرحيلي له كتاب الخزانة أيضا في 70 جزءا موجود، أيضا مفقود. للأسف ككامل فقد. سبحان الله. وله أيضا بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي بالإضافة إلى كتاب الخزانة له كتاب المحاربة، وهو صغير الحجم وتم تحقيقه لكنه قليل الفائدة عظيم القدر. عن ماذا يتحدث؟ يتحدث
عن دفع اضطرار الإنسان لدفع العدوان بالقوة، عن قتال من يهاجم أو من يبغي. ففيه قواعد القتال من حيث عدم الاعتداء على الأطفال، عدم الاعتداء على النساء، يعني فيه أنك البيئة لا تمسها بسوء، لا تقطع شجرة، لا تسقط ثمرة، لا تهدم دارة. هذه ما يسمى الآن بسياسة الأرض المحروقة في عند فقهاء العمان، يقولون لا يتبع هذا الأسلوب. إذن محبوب محمد بن محبوب وبشير هناك في القرن الثالث أيضا. أين سكنوا؟ نعم، هؤلاء مقرهم صحار، ولا زال أحفادهم موجودون في صحار في الطريف، خاصة في الطريف. نعم، روحيليون موجودون. نعم. طيب الآن أنت ذكرت أن من آثارهم كتابا من 70 مجلد، الآن كيف عرف أن لديهم هذا الكتاب طالما أنه غير موجود أساسا؟ هذا جيد، سؤال الأخ راشد. هذا يعرف من خلال استشهادات العلماء الآخرين به. نعم. تجد إما من عاصره يقول نقلت هذا القول عن محمد بن محبوب من كتابه كذا، أو يأتي قرن آخر فيدرك هذه الكتب، فعندما يؤلفون يكتبون أنهم أخذوا هذه المعلومة من كتاب كذا. إذن لم يختفي في نفس الوقت، لكن اختفى فيما بعد. وسبب الاختفاء أيضا وضياع الثروة الحروب والإشكاليات الأهلية. نعم. هذه تدمر الاقتصاد، تدمر العلوم، تدمر أمن البلدان، تدمر أمر استقرار البلدان. وأيضا تطمع في الخارج، عندما ينشق المجتمع ويتحلل النسيج الاجتماعي يكون الشخص كمن قلع عينيه بيديه. نعم. فإذا الحروب الأهلية التي مرت بين فترات سببت ضياع الكتب. الغزوات التي كانت ترد إلى عمان أيضا كانت هذه الغزوات تتعمد ليس إهلاك المادي، التراث المادي فقط كآبار وأفلاك كما قال محمد بن بور. نعم. إنما تحاول أن تهلك التراث المعنوي الفكري. عندما دخلت إزكي كانت مكتبة الشيخ سالم الدرمكي تمتد إلى السقف، لكنها بفضل الغزاة بسبب الغزو أحرقت هذه المكتبة. في أي قرن؟ القرن لا أحفظه حقيقة، لكن مسألة حديثا، يعني حديثا تقريبا مسألة الشيخ سالم الدرمكي حديثة. وأيضا يهلك التراث بسبب أحيان الحرائق التي كانت توجد أو تأتي على بعض المكتبات، وبالتالي هذه من الأشكاليات التي حدثت. لكن الحمد لله تمكنوا أيضا وزارة التراث من الحفاظ على كثير من التراث. نعم. ماذا عن بقية العلماء في القرن الثالث؟ في القرن الثالث جامع ابن جعفر، وهو كتاب رائق صاحبه متمكن، كان لا يستغني عنه أحد، طبعته وزارة التراث والثقافة طبعا. وهذا الكتاب من أجل الكتب فقهي، طبعا ماشي كان فرض أن هذا أمر عقائدي وهذا أمر فقهي، كان المؤلف يؤلف في كل شيء، تجده حجة في اللغة وحجة في العقيدة وحجة في الفقه وحجة حتى في التواريخ والسير. هذا عملية الفصل، أننا تخصص كذا وهذا تخص عقيدة وهذا تخص فقه. هذه ضروريات الحياة وضروريات صارت العصر لما ضعفت الملكة العلمية. طيب دكتور، هذا الحراك الذي كان موجودا في عمان كان يوازيه أيضا حراك في العراق، في الشام، في الحجاز، كان بذات الحراك يعني العلمي والثقافي. نعم، في البصرة، يعني هذه البصرة كأن الناس تحج إليها، أو كالعراق. نعم. العراق ذو مكانة علمية قديمة. نعم. يعني تأتيه الناس من مختلف الأمصار، حتى ظهرت في العراق مدرسة شهيرة وهي مدرسة الرأي، يعني قائمة على الاستنباط وعلى الحجج العقلية والنقلية، بخلاف مدرسة الأثر التي ظهرت في الحجاز التي فقط تتعامل مع النص وأحيانا تأبى التحليل. أما مدرسة الرأي فهي توسع المدارك، توسع الأفهام، لأنها تلجأ إلى التحليل. نعم. والاستنباط. إذن نحن تكلمنا عن جامع بن جعفر في القرن الثالث، هناك علماء آخرون أيضا في القرن الثالث والقرن الرابع.
نعم سنستكملهم دكتور إن شاء الله في الحلقة القادمة الثلثاء القادمة إن شاء الله من برنامج من عمان. يعني نحن الآن انتهينا من القرن الثاني تقريبا والثالث أيضا كبير من الثالث. نشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع المكرمة الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري المحاضر في كلية العلوم الشرعية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وأيضا شكرا لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم لنا لحلقة الليلة من برنامجكم من عمان. نرجو أن نكون قد وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم. في الغد إن شاء الله ملتقى آخر من ملتقيات برنامج من عمان وجولة أخرى نخرج من خلالها لرصد مختلف هذا الحراك والنشاط في مختلف الأصعدة في مختلف المحافظات على أرض عمان الخير. شكرا لكم على طيب المتابعة وملتقانا يوم غد.